كلمة خرجت من قلم الأستاذ هيكل على الورق عرفت طريقها وحققت هدفها، لذلك أصبحت كتبه بمثابة وثيقة سياسية وتاريخية لا يمكن تجاوزها. بدأ هيكل رحلته مع الكتب عام 1951 حين صدر كتابه الأول إيران فوق بركان، الذي كتبه عقب عودته من رحلة إلى طهران استغرقت شهراً كاملاً. ولم يكن هيكل غزيراً في إنتاج الكتب خلال فترة الخمسينيات، فقد ظل سنوات دون أن يصدر كتاباً جديداً حتى خرج كتابه العقد النفسية التي تحكم الشرق الأوسط. وفي الستينيات أصدر هيكل مجموعة من الكتب التي لم تحظى بشهرة كبيرة بين قرائه، من بينها أزمة المثقفين وما الذي جرى في سوريا ونحن وأمريكا. وبعد أن غادر هيكل صحيفة الأهرام عام 1974، قدم للمكتبة المصرية والعربية والعالمية عدداً كبيراً من الكتب بالغة الأهمية ورفيعة المستوى، ومنها حرب الثلاثين سنة الذي تناول فيه الصراع العربي الإسرائيلي من الهزيمة إلى النصر، وتضمن أربعة أجزاء هي ملفات السويس والانفجار وسنوات الغليان وأكتوبر السلاح والسياسة، هذا إلى جانب ثلاثية المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل وأحاديث في العاصفة والطريق إلى رمضان.